مرحبا بكم. كريستيانو رونالدو من أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم، ورغم أنه في سن 33 إلا أن أداه يتفوق على كثير من اللاعبين. يحرز دائما أهدافا بشكل مفاجئ مما يصعب من عمل الحارس، حيث أنه من المستحيل يتصدى لركلاته، وحتى أنه من الصعب أيضا توقع مدى قوتها. سنرى بذلك الفيديو أهداف رونالدو التي أدهشت العالم أجمع، ولكن قبل البدء بالفيديو دعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. أولا، من المؤكد أن رونالدو واحد من لاعبي كرة القدم الأكثر رعبا بالنسبة لمنتخب المجر، فهو ينجح في إحراز الأهداف مهما كان الوضع. وفي مباراة أقيمت حديثا مع منتخب المجر، قام رونالدو بركل الكرة من على الأرض بحدة لترتطم بالشباك بقوة، وليصبح ذلك الهدف واحد من أجمل أهداف رونالدو. ثانيا، في تلك المباراة قام منتخب البرتغال بإحراز وابل من الأهداف في شباك منتخب كوريا الشمالية الضعيف. كان واحد من تلك الأهداف الذي جذب الأنظار هو هدف رونالدو، فقد قام به بشكل لم يتوقعه لاعب المنتخب الكوري، وحتى نحن لم نتوقعه أيضا. وبذلك الهدف يكون قد لعب دورا أساسيا بتلك المباراة والتي انتهت بنتيجة 7-0 للمنتخب البرتغالي. ثالثا، في تلك المباراة التمهيدية التي لعبها منتخب البرازيل، لفت رونالدو الانتباه بأدائه الباهر. ورغم أن المنتخب البرتغالي قد خسر تلك المباراة، إلا أن الهدف الذي أحرزه رونالدو كان مدهشا بحق، فقد قام رونالدو بحركة مخادعة في منطقة الجزاء لينجح في النهاية بإحراز هدف من أروع أهدافه. رابعا، أظهر رونالدو بتلك المباراة مجددا كم أنه لاعب محترف، كان ذلك من خلال إحرازه لثلاثية، وقد ختمها بذلك الهدف الرائع، حيث قام رونالدو بركل الكرة بنصف التفاته كما ترون، وتمكن من إحراز الهدف. خامسا، وفي تلك المباراة يقوم رونالدو بإحراز هدف من خلال رأسيته المعهودة، ورغم أن الوضع كان شديد الخطورة إلا أنه استطاع إيصال الكرة وإحراز الهدف مجددا. سادسا، في مباراة أرمينيا قد تعرض رونالدو لانتقاد من ميسي، إلا أنه دون أن يعكر مزاجه كان قد أجاب الجميع بتلك الركلة التي ألقاها تجاه حارس مرمى منتخب أرمينيا. سابعا، رونالدو أكثر لاعب يستطيع البقاء بالهواء لأطول فترة، فهو يعرف جيدا كيف يظهر مهارته من خلال إحراز تلك النوعية من الأهداف وبشكل مستمر. ثامنا، رغم أن رونالدو لم يستطع الانسجام مع باقي فريق المنتخب البرتغالي، فقد نجح في إحراز أهداف كثيرة بجهده الخاص، ولذا فإن نسيان ذلك الهدف والذي أحرزه في شباك المنتخب الدنماركي ليس بالأمر البسيط. تاسعا، إن رونالدو الذي كثيرا ما التحق بفريق المنتخب الوطني استطاع إبهار المشاهدين بالهدف الذي أحرزه بتلك المباراة. عاشرا، كما ذكرنا في بداية الفيديو أن المنتخب المجري يرتعب كثيرا من اللاعب رونالدو، ومجددا في تلك المباراة بين المجر والبرتغال ينجح رونالدو بإحراز هدف رائع. أحد عشر، في بداية احترافه لكرة القدم ورغم صغر سنه، إلا أنه استطاع الإشارة إلى نجاحه في المستقبل بذلك الهدف الرائع. اثنا عشر، نجح رونالدو في تلك المباراة الصعبة أمام أسبانيا بأن يبهر الجميع بذلك الهدف الذي أحرزه في الدقائق الأخيرة من خلال ضربة حرة مباشرة. ثلاثة عشر، مجددا هدف رائع يليق باللاعب رونالدو، حيث استطاع إحراز هدفا مستغلا خطأ دفاع منتخب ليتوانيا.
14. مهما كانت المسافة بين رونالدو وبين حارس المرمى بعيدة، فإنه ليس بالأمر الهام، فقد أضاف رونالدو ذلك الهدف إلى قائمة أهدافه الرائعة. 15. وصلنا لنهاية الفيديو. ما هو أفضل هدف برأيكم للاعب رونالدو؟ يمكنكم الإجابة بقسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.